اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ العالمي. خليك وانت قاعده في مصر ام الدنيا كده بتستمتعي بالجمال الحلو اللي احنا فيه. خلونا نخش المطابخ العالميه، نعمل الاكلات اللي بنشوف اسمها غريبه في المنيوهات اللي بنروح على المطاعم ونلاقي المنيو جنبينا او بيقدمه لنا المتر في اسماء غريبه من الاكل، زي السيليسيان، كوردون بلو، الحاجات اللي احنا ممكن مش فاهمين مكوناتها. النهارده بنفك المكونات او اللوغاريتمات اللي بنشوفها في المنيوهات. معانا النهارده مكرونه اسمها مكرونه سيليسيان. سيليسيان دي طاجن المكرونه بالجلاش، مكوناته هرم غذائي، بتنجان تحطي، خضره تحطيها، فراخ او لحمه زي ما انت عايز. انا هعمله النهارده بطريقه الشيف المغازي بالسجق البلدي. عندنا شويه سجق بلدي كده زي الفل، ومعانا بتنجان وتشكيله من الفواكه او المكرونه، هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا شوربه المنستروني كمان النهارده لطيفه وجميله، بتتميز ان فيها كل النشويات والتشكيله من الخضار، بسله، جزر، كوسه، بسله طبعا غنيه بالبوتاسيوم وخاصه للام الحامل، والجزر احنا مفيد غني جدا بفيتامين سي. احنا لازم لما نيجي نعمل الاكله لازم نشوف مكوناتها ايه القيمه الغذائيه بتاعتها، عشان ما ناكلش اي حاجه وخلاص، لازم نستفيد بالحاجه اللي موجوده فيها والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. الحلو النهارده معانا حلو بسيط وسهل، الميزه فيه ان هيريحك من انك تعملي عجينه وتستنيها لما تتخمر وتقعدي فتره طويله. جيبي كيس توست وهتعملي النهارده رقائق التوست او فطاير التوست المحشيه تفاح وقرفه. ميزه التفاح او فايده التفاح غني طبعا بالقيمه الغذائيه اللي بتساعد القلب على ان هو يكون نشط وزي الفل. خلونا طبعا ما نطولش في الماتيريال بتاعنا علشان حالاتي فيها شغل كتير النهارده وفيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه وفيها فكر طهوي، واحنا قاعدين كده بنتجول داخل المطابخ العالميه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقه. بنسن السكاكين، بنسن السكاكين. انا عايزك لما يكون عندك في المطبخ بتعملي اكل فيه لحوم، فيه بتنجان بيتقطع، نصيحه مني، عشان انت طبعا ام وست بيت، فالوقت معاكي في المطبخ يعني هتخش المطبخ كتير. بتحصل معانا مشكله، جات الفرصه بس ان انا اتكلم عن النقطه ديت. السكينه لما تكون حاميه معاكي مع الاستخدام اليومي والوقت، هنا مفصل ايدك مش هيوجعك من كتر ما بتستخدميها، فلما السكينه تكون حاميه هتريحك في التقطيع. هبدا اشتغل دلوقتي مع طبق مكرونه مشهور جدا في المطبخ الطلياني، وممكن نعمله بفكر مختلف، بمكونات مختلفه، الصوره مفتوحه فيه. مكرونه، طاجن المكرونه بالجلاش. هياخد جبنه، هياخد سجق بلدي، هياخد بتنجان رومي، وهنشوف الفليفر بتاعنا، ريحان وزعتر وروزماري، بهاراتنا طبعا شويه كريمه لباني، في المقادير بطين في داخل الخلطه بتاعه المكرونه. المقادير على الشاشه تقدر تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا تاني. بتنجان رومي او عروس، المهم يكون في نوع بتنجان بيديها فخامه شويه. سجق بلدي او لحمه مفرومه، جبنه موزاريلا، مكرونه اسباجيتي في المقادير، بصل وثوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر وروزماري. بنحط طاسه شديده الحراره على النار بالشكل ده كده، وعندنا الزيت اخباره ايه، سخن وزي الفل. التحضير ده مهم جدا. نبدا باول حاجه تقطيع البتنجان اللي هنستخدمه في المكرونه. طب مش عايزه البتنجان في قلبها يا شيف، مفيش مشكله، ممكن تحطي نوع خضار انت حباه، مفيش اي مشكله خالص. ميزه الطبق ده لازم تقطعي البتنجان بالشكل بتاعه ده كده، مش هقشره. اهو السواد بتاعه جمال جوه المكرونه، نقطعه صغير كده اهو، والبتنجان ده يتحمر في قلب الزيت، وبعد كده هنضيفه لمكونات المكرونه بتاعتنا بالشكل ده كده، وبتنجانية قلبها ابيض وزي الفل. فرصه وانا بقطع البتنجان، بتشتري البتنجان من عند الراجل بتاع الخضار اللي في المنطقه، تختار البتنجانية اللي بتلمع زي اللي معايا دي كده، تعرف ان هي طازه وزي الفل. بتنجانية بيكون الزهره بتاعتها من هنا كده خضره مش ناشفه، لو لقيتها ناشفه اعرف البتنجان ده قديم، بقاله كتير عند الراجل الطيب ده. الحاجات دي مهمه جدا وانت بتشتري البتنجان، لان البتنجانيه لما تكون طازه هيبقى قلبها ابيض بالشكل ده كده. اه الحاجات الصغيره دي بتفرق، عايزه تعملي طبق مسقعه، عايزه تبني لي بتنجان محشي زي ما انت حابه. السكينه بتاعتنا حاميه ازاي؟ اه بالشكل ده كده. طالما السكينه بتقطع الجلده الخارجيه للبتنجان بالسرعه ديت، اعرف ان سكينتك حاميه وزي الفل. اه
هناخد البتنجان ده يا عم الشيف يتحمر في قلب الزيت تحميره حلوه كده يبقى لون برونزي ما تسودهوش جامد يعني هو السواد اللي فيه ده حلو قوي هناخد البتنجان زي ده كده دي اول حاجه في قلب الزيت بتاعنا زي الفل ونسيبه يتحمر وتبقى عينك عليه عشان ما ياخدش اللون اللهم صل على النبي نخش على اللي بعده معانا سجق بلدي في الطبق بتاعي سجق بلدي ومكرونه سباكيتي هناخد السجق ده كده اقطع بالشكل ده كده بسكينه حاميه برضو علشان نحافظ على الشكل الخارجي بتاعه وعندنا طاسه شديده الحراره خلي بالك السجق ده ما ينفعش ينزل في طاسه بارده على ما يستوي هيكون طبعا ايه اتكسر معاك وشكله مش حلو خالص حلو الكلام ولكن خلونا نسبق السجق بمعلقتين زيت زيتون زي الفل مع بصلايه ناعمه صغيره كده اللهم صل على النبي تمام الاخبار هو ده وناخد السجق بتاعنا كده ياخد تحميره طريقه سهله خالص وهتعملي طاجن مكرونه بفكر جديد وسهل وبسيط ونقلب الحاجات دي كلها مع بعضيها عندنا عجينه الجلاش بقى بتشتريها من السوبر ماركت تخليها مقفوله زي ما هي معانا هي زي الفل ليه يا عم الشيف علشان لو فكتيها مش هتعرفي تستخدميها وتشكليها زي ما انت عايزه السجق هنا يتحمر بالشكل ده كده والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت عندي الطاجن اللي هشتغل فيه بالشكل ده كده بنحط فيه شويه زبده او سمنه بلدي قالب اللي تشيز كيك عندك مفيش مشكله ما عنديش قالب زي اللي في ايدك ده يا مغازه اعمل ايه هتجيب الصينيه اللي بتعملي فيها بسبوسه الصينيه اللي بتعملي فيها كنافه مفيش اي مشكله خالص لا عندك لا ده ولا ده هتجيب حله صغيره وتدهنيها سمنه وترص فيها عجينه الجلاش بالشكل اللي انا هعمله دلوقتي اهو خلي دي هنا كده ونجهز الغلاف الخارجي للمكرونه السيليسيان اهو عجينه الجلاش طالعه معاك زي الفل وطازه ناخد العجينه كده وهنا كمان حاجه سهله خالص بس الفكره كلها في ان احنا بنجدد المطبخ وبنغير من الافكار بتاعه الاكل بتاعنا عشان عندنا اولاد دلوقتي الموضوع اختلف بيروحوا مطاعم بيتعزموا بره بيشوفوا الحاجات الغريبه واجبنا لما يرجع الطفل من بره يا ماما والله عايز اكل مكرونه بطعم تاني بشكل جديد شكرا يا ام اسلام لما اجي اسلق مكرونه احنا خلاص عدينا المرحله ديت انا بعمل مكرونه سيليسيان انا عايز لما اعمل طاجن المكرونه ده يا ابو غازي طعم المكرونه يبقى بطعم اللحمه او السجق طعم السجق بطعم المكرونه يبقى في خليط وانسجام كده بين المكونات فما تخليش المكرونه تتسلق سوى كامل في قلب الميه خلي بالك دي مهمه جدا فخليها تقريبا قد ايه يا شيف تقريبا 3 ارباع سوى اهو ميه بتغلي على النار وحذاري تحطي مكرونه في ميه مش بتغلي ايه اللي هيحصل يا شيف الدنيا هتقوم يعني المكرونه دي هتتكسر وتعجن منك وتبقى مش لطيفه خالص مكرونه في قلب الحله حطت معلم معاها عود روزماري حلو تاخد الفليفر بتاعنا السجق اخباره يا عم الشيف نقلبه كده مع بعض زي الفل اهو خد لون ننزل بصوص طماطم عندنا متعتة بلاش معجون الطماطم شويه ريحان او بقدونس كده حلوين كل ده مع الخلطه دي الاساس بكون الهرم الغذائي زي الفل يا شيف مكعب زبده الطبق ده حلو قوي يناسب الاطفال وكل الاعمار مهم جدا عود روزماري حلو كمان هنا اهوت عندك زي الفل تمام الروزماري ده مفيد معايا ونقلب كده تقليبه جاه مكرونه بتستوي نبص على الايه ايه اخبار البتنجان الله يبارك لك ناخد البتنجان زي ما هو كده ينزل على السجق شايفين البتنجان نازل بينافس السجق في التقطيعه في الجمال في الحلاوه في الحمار والمكرونه اخبارها ايه اهي طبق ما خدش من ايدي 15 دقيقه او 10 دقايق بالظبط مكرونه تستوي كده نص سوا عود الروزماري في قلبها كده
زي الفل. اه حطينا ملح على سلق المكرونه. تعملي كنترول في الملح اللي بتحطيه على الخلطه اللي هي فيها بتنجان، خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. والبتنجان اللي انا حمرته ده ما حطيتش عليه ملح وسبته، لا زي ما هو قطعته وزي الفل. بعد التقطيعه حطيته في قلب الزيت. اه 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 الله على الخليط ده. اه لسه ما خلصتش، عندنا البهارات بتاعتنا، كنترول على الملح لان احنا سلقنا المكرونه في ميه ملح، شويه صغيرين كده، فلفل اسود، عايزاها سبايسي خليها سبايسي زي ما انت عايزها مفيش مشكله. شفت المكرونه اللي انا بعملها دلوقتي؟ المكرونه بتكمل سواها مع الصلصه ازاي؟ اه هو ده، ده المطبخ. اه 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 زي الفل. اه كل المكونات دي مع بعضيها. اه لسه ما خلصتش. اه اللهم صل على النبي. نشيل الروزماري ده كده خلاص، وقتك انتهى. حلو، بنحط شويه كريمه لباني. نعم المطلوب، المطلوب ان كله ينزل مع بعضه علشان دولت هيجمعهم دلوقتي طاجن او صينيه بالشكل ده كده. لسه هياخد مكون البيض في المكونات دي كلها. اه 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 زي الفل. في نقطه هنا بقى انت ممكن تقع فيها وتدعي عليا، لو مسكت البيض كسرتيه هنا في قلب الخلطه دي، البيض هنا هيستوي قبل ما يتحط في الطاجن. نقوم نعمل ايه بلطافه كده، نشوف الشيف المغازي هيعمل ايه معايا. الكوبايه دي كده باخد بطين كده في المكونات بتاعتي. اه تركايه هنا. اه حطيت ايه يا شيف؟ اتنين بيضه، بحط عليهم يا شيف شويه حليب، حلو قوي، وبحط عليهم شويه جبنه موزاريلا. ركزي معايا عشان الموضوع ده هنا شيق بقى. اه جبنه موزاريلا، اه او جبنه رومي، مش عايزه موزاريلا حط رومي. اه او شيدر زي ما انت حب. اه ونقلب دول مع بعض يا عم الشيف. بيض مع حليب مع جبنه موزاريلا، مش حتى حاجه تانية خالص. اه واقلبهم كده زي الفل. اه نركز بقى عشان التركايه دي سر من اسرار نجاح الاكله. التركايه دي سر من اسرار تخليكي مبدعه في مطبخك. التركايه دي سر من اسرار انك تخليكي احسن من الشيف المغازي كمان. اه زي الفل. دي جبنه وبيض وحليب، هنخليهم على جنب. اه والله بتبهرني بالكلام الحلو. التركايه دي مهمه جدا لكل الامهات اللي بتشوفني وكل السيدات اللي بتشوفني وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الام داخل علينا، وربنا يرحم امهاتنا وامهاتنا اللي عايشين، ربنا يبارك في صحتهم يا رب ويطول في عمرهم، لان احنا تحت رجليكم خدامين. واللي ما يعرفش قيمه الام لازم يبوس ايديها ورجلها كل يوم الصبح. اخوانا المكرونه بالشكل ده كده دي مرحله، اللي انا بعمله ده اللي هيخلي لك الطاجن المكرونه ده له شخصيه في قلب جوه عجينه الجلاش. تقطع منه كده قوالب وتقطع منه مثلثات زي ما انت عايز. اه 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 ينزل في قلب المكرونه زي الفل تمام. اه اه حليب بيض جبنه موزاريلا في قلب الخلطه. اه لو انا كسرت البيض على المكرونه وهي سخنه وفي قلب النار، البيض ده هيكلكع منك وهيبقى شكله مش لطيف خالص. اه اخد بقيه الجبنه يا عم الشيف اسقطها هنا كده. اه زي الفل. الطبق ده لطيف وحلو. عندي بقيه عجينه الجلاش، احط واحده كده. شفت انا بعمل ايه؟ اه اه بايديا كده، واخد الاطراف اللي معانا هنا كده. آه. آه. اه اه ويفضل بقى بيني وبينك يعني تجيبي قالب التشيز كيك اللي معايا ده كده، في منه المستطيل وفي منه المدور الدائري. ليه يا شيف؟ عشان يريحك وانت بتقلبيها، ده مهم جدا. اه واخد كده كمان طبق احطها على الوش زي الفل. تمام يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي 180. نوسع للطاجن ده كده. اه ونحطه في صينيه كده لطيفه اهي. اللهم صل على النبي. اه تعالى مكانه فين هنا مخرجنا الجميل؟ طاجن مكرونه حلو زي ده كده وعايزينه يستوي يبقى لطيف وزي الفل. المرحله الاولى 10 دقائق في ارضيه الفرن، و10 دقائق يتحط على شبكه الفرن عشان ياخد وش زي ما هو كده في الفرن. ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل طبق شوربه فيه كل العناصر الغذائيه، فيتامين سي موجود فيه، كالسيوم موجود فيه، بوتاسيوم موجود فيه، يصلح لكل الاعمار وكل الاطفال. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف اسرار عمل طبق شوربه يغنيك عنك تعمل اي حاجه تانية. يعني لو حطيت طبق الشوربه ده على السفره، يعني نصيحه مني ما تحطيش حاجه، هو الطبق ده فيه بروتين، فيه نشويات، فيه كل حاجه. يعني يا شيف مغازي، طبق سلطه خضراء وكوبايه عصير فريش وتعشت والحمد لله. معانا المقادير على الشاشه، بسله او بازيلا، جزر وكوسه وبصل، ودجاج متقطع مكعبات صغيره قد حبايه البسله والجزر والكوسه اللي انا مقطعها. هو دي الفن في طبق الشوربه، ان كل الشكل هيبقى واحد. والمقادير بتاعنا توم طبعا، البهارات قصدي، ملح وفلفل وزعتر وروزماري. ملاحظين المطبخ الطلياني النهارده فيه كل الفليفر الحلو اللي المعده بتفرح بيه، روزماري او زعتر او روزماري او ريحان. حله على النار بتسخن، انا بحب النار بتاعتي دايما تكون سخنه. هنعملها باي نوع من الماده الدهنيه يا عم الشيف؟ الطلاينه بيحبوا زيت الزيتون، فانا عشان تاخد الطعم المصري وتبقى حلوه هحط معلقه زيت صغيره ومعاها معلقه سمنه بلدي، اجود شويه زي الفل، واشيل دول من قدامي بقى خلاص. ومعانا فراخ هنقطعها دلوقتي نفرمها بالشكل ده كده. شفت ازاي الفرمه دي اهي؟ تقطع الفراخ كده سكينه حاميه تقطعها بالطول كده. ما انت عايزه تقطعها صغيره، ممكن تقطعها صغيره تعوري ايدك. لا زي ما انا شغال كده ولمهم تاني مع بعض بشكل طولي كده تحت ايديا وامسككم اقطعهم كده والسكينه تبقى مايله على اصابع ايدك من الامام عشان تقطع معاك بسرعه شفت الجو ده كده لا ما نفرمهاش، بيقولوا لي نفرمها، لا انا عايز شكل الفراخ يبان مع البسله ومع الجزر ومع الكوسه. عايزه تحط بطاطس حطي، عايزه تحط بتنجان حط، زي ما انت حابه. انا اكتفيت بثلاث انواع من الخضار والبصل فيهم زي الفل. الفراخ هنا معايا تمام حلو قوي، باخد بصلايه صغيره تنزل على السمنه البلدي حلو قوي، مش هحط توم دلوقتي، واقلب البصلايه كده ما اخليهاش تاخد لون، اشم ريحتها هتوجع عينيا وتخلي عينيا تدمع. اعمل ايه يا شيف؟ احط شويه زعتر حلوين خلاص كده، الريحه ريحه زعتر. معايا عود روزماري صديقي في المطبخ على طول معايا في المطبخ اهو، اللهم صل على النبي زي الفل. ايه الاخبار؟ ننزل بالفراخ. بتحببنا في المطبخ يا مغازي ليه؟ حد سالني ليه؟ لان دايما انا مع البساطه والسهوله والمرونه في المطبخ، وكل شيء يجي بالبساطه والسهوله بيبقى سهل اللي هو بالمعنى بالحب. يعني انت داخله المطبخ تعملي طبق شوربه عايزه تعمليه حلو، والله العظيم لو نسيتي الملح هيطلع حلو، لو نسيت اي عنصر في اي طبقه انت داخله نيتك تعملي حاجه حلوه هي هتطلع حلوه. حل على النار شديده الحراره، الفراخ خدت شكل اهو زي الفل. احنا عارفين الفراخ ايه اكتر حاجه تاخد سوى في المكونات بتاعتي زي الفل. يا نعم عينيا انا بعتذر معلش. مقادير 5 كيلو من الكحك، 5 كيلو دقيقه هنعملهم كحك. ايه رايك نبص على الفرن كده؟ وهنخش على دلوقتي الحاجه ام اسلام نبص على الفرن ايه اخباره، نجيب عجينه الجلاش. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اللهم صل على النبي. احطها هنا كده عينيا، اللهم صل على النبي. حلو الكلام، اللهم صل على النبي. حلو، لسه هنقلبه دلوقتي يبرد بس. 5 كيلو دقيق بياخدوا قد ايه يا شيف؟ بياخدوا بالظبط كده كيلو سمنه بلدي، كيلو سمنه بلدي. السمنه البلدي تتقدح جامد، ونحط الخمسه كيلو دقيق قدامنا قدام عينينا، او خلوهم كيلو ونص سمنه. يعني هو دي مش لازم السمنه تكون كتير في الكحك بيني وبينك يعني، ولكن هو المفروض تحط 2 كيلو، انا مش حابب الموضوع ده، خلينا ناكل واحده واثنين وثلاثه بدون ما نتاثر يعني ولكن الريف المصري والصعيد المصري دايما يحط لك مقدار السمنه نص مقدار الدقيق. حطينا على الخمسة كيلو دقيق كيلو ونص من السمنة المقدوحة، ونحط شوية سمسم حلوين، شوية ريحة الكحك الحلوة، شوية فانيليا، ونحط السمسم بدون تحمير، ونحط السمنة بعد ما تتقدح على السمسم كده عشان نشم ريحة حلوة، ونبرم أو نفتل الدقيق بالسمنة. احتاج شوية مية نحط. حلو الكلام؟ خضار كده بالشكل، ونسيب العجينة على جنب
لمدة ساعة من الزمن. حلو، ما تنسيش طبعا الخميرة بتدوبيها في شوية مية وشوية سكر وتحطيها على العجينة وتسيبي العجينة على جنب وتجيبي قوالب الكعك وتبدأي تشكلي الأشكال اللي انت حباها. موجود دلوقتي في المحلات قوالب كتيرة أشكال وألوان، أو قالب معمول من الخشب، وتبدأي تحشيه ملبن. تجيب الملبن معمول وجاهز وتريحي راسك لأنه بياخد وقت كتير في البيت وبيطلعش زي اللي بيشتريه من برة. عايزة تحشيه عجوة، بتجيب العجوة بتاعتنا البلح بتاع سينا والواحات، العجوة اللطيفة الحلوة دي في أي مكان بتتباع، بتجيبيها تحط عليها معلقة سمنة. عايزة تعمليه بعجمية اللي الشيب بيحبها، معلقتين دي يتحمروا مع معلقتين من العسل وتقلبيهم مع بعض مع شوية نوع من المكسرات، عين جمل أو جوز. حلو، ناخد الشوربة بتاعتنا، الشوربة كده خلصت زي الفل يا ويلي، أحلى طبق شوربة. خلي بالك المية دي مية المكرونة اللي أنا كنت سالق فيها المكرونة. زي الفل. ونقلب كل ده مع بعضه. عايزة المنستروني بالطماطم، هتحط شوية طماطم. عايزاها شوربة بيضة زي ما هي كده زي الفل، الخضار باين بألوانه وتفاصيله مفيش مشكلة. أنا ما بحبش الشوربة لما تكون شوربة خضار بحطش عليها طماطم. ليه؟ بفرح بشكل الخضار وأنا بشيله بالمعلقة كده. أخد شوية بسلة زيادة، شوية جزر زيادة، شوية كوسة زيادة، إنما لو حطيت طماطم بقى كل اللون واحد. هسيبها تغلى على النار غلوة. وخلي بالك حذاري تحط ملح، لان احنا حاطين ملح في الميه بتاعت سلق المكرونه، ودي مهمه جدا. شويه فلفل اسود، واحنا حاطين كده كده روزماري وزعتر، وتسيبها تغلي على النار. ونخش على اللي بعده. حاضر يا غالي، عايز اشوف قالب الجلاش. نشيل ده كده ونوسع لنفسينا عشان هنشتغل في حلو. المفروض نغير الجلافز بتاعنا ده بقى ونروق مطبخنا ده كده، والطبيعي لما تيجي تشتغل في حلويات تروقي مطبخك. عندنا صاج نعمين، مقادير الشوربه على الشاشه، جزر، بسله باينه على الشاشه غنيه بالبوتاسيوم، مفيده جدا لكل السيدات الحوامل ومفيده للرياضيين بس نستخدمها صح. ممكن نحط معلقه كمون مع المقادير البسله عشان المشاكل الغازات او الانتفاخ، مع ان هي بريئه يعني مفيش مشكله اللي عنده مشكله يعني. ومعانا جزر ومعانا كوسه في المقادير، كل ده مع بعض. وحمرنا الفراخ، نزلنا عليهم بشويه سمنه بلدي، معلقه زيت، خدت لون الفراخ، خدت الصدمه الناريه. نزلنا بتشكيله الخضار وحطينا الميه اللي احنا سلقنا فيها المكرونه، استفدنا بيها وخليناها تشارك في طبق الشوربه بتاعنا الجميل. ولكن المكرونه مش هحطها دلوقتي، اول ما اشوفها بتغلي انزل بالمكرونه بتاعتنا الصغيره دي. ممكن تحطي بدالها لسان عصفور او شويه رز مصري زي ما انت حابه، ولكن خليكي زي الطلاينه، جيبي اصغر مكرونه بالشكل ده كده وتسقطيها في قلب الايه؟ الشرب. حلو الكلام؟ نغرف دي كده نشوفها مع بعض ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. طبق زي ده كده، اللهم صل على النبي، ونشيلها هنا كده. ونشيل دي من هنا. الله، زي الفل. تمام، ايه الحلاوه والجمال ده؟ صورني معاه يا فاروق. اقعد روزماري على الوش كده عشان اقول للضيوف بتوعي ان انا عاملاها بالروزماري. خلينا ناخد بعضنا واطلع فاصل عشان هنرجع لحلو، اوريه لحضراتكم كده مقاديره على الشاشه اهيت زي الفل. كل دي مقادير فطيره التفاح او فطاير التفاح برقائق التوست، هريحك انك تعملي عجينه وتبقى هنا تفاح غني بالقرفه، غني بالسكر، مفيد جدا للجهاز القلب. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي لما نيجي نشتغل في حلويات، تعملي كحك بقى، تعملي رز بلبن، اي نوع من انواع الحلويات، يفضل طبعا انك البلانشه ما يكونش قطعنا عليها فراخ، الكاونتر او الرخامه او الطبليه اللي بتشتغلي عليها بتمسحها كده بشويه ميه زهر حلوين وتعطريها وتبقى زي الفل، وتقول اللي بنى مصر في الاصل حلواني، وتبقى الماتيريال بتاعك خالي من البصل والثوم.
حلو الكلام. حتى البصل والتوم انا هشيله من قدامي كده خلاص، هخلي بس كده كرفس لطبق الشوربه واشيل ده من هنا. تعالوا مع بعض استاذن فريق العمل معلش من فضلكم، مقادير عمل فطيره التفاح او شرايح التوست بالتفاح والقرفه، لان الحلو ده سهل، وخاصه كمان اللي حابب يخش المطبخ يعمل حلو في وقت قليل جدا. انا على فكره الفواكه فيها فراوله كمان، لو عندك فراوله حطي معانا. الخضار بتاعنا خلاص جاهز. المقادير اقولها تاني ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تشكيله من الفواكه فيها فراوله فيها تفاح، ويفضل يكون تفاح بس مفيش مشكله، معاه قرفه ناعمه، معاه سكر، معانا شرايح التوست، معانا زبده في المكونات وسكر بودر. حلو الكلام؟ زي الفل. مخرجنا الجميل الله يوفقك جيب اللحظه اللي هنحط فيها المكرونه على الشوربه بتاعتنا. شويه كده يعني قبضه ايدين كمان شويه بس خلاص بس هو ده شكرا، واشيل المكرونه من قدامي. طبق الشوربه ده كده خلاص واسيب المكرونه تستوي. في الاخر خالص يا ابو غازي بحط الكرفس. تقوم الشوربه دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيدور عليها الانسان او الجسم او كل الرياضيين كل افراد الاسره. معانا زبده عايزها دي كده، هجهزها للحلو بتاعي هشتغل منها دلوقتي. وتعالوا نشوف، هجيب كيس توست من عند اي بقال على الشارع. حلو، ونعمل الحلو ده مع بعض واحنا شغالين. دي زبده اهيت، خدتها كده سيحتها بشويه حليب صغيرين زي الفل. جبنا كيس التوست، ربنا كرمنا، معانا شرايح التوست اهيت. بجيب قطعه بالشكل ده كده، جبت شكل القلب اللي بهديه لكل الساده المشاهدين، واقطع شكل قلب كده قلوب كتير تقطع معانا تبقى لطيفه وزي الفل. ادي واحد نفس القصه نضغط جامد وتخلي التوست طازه معاك زي الفل. وادي كمان قلب. حلو، طبعا كل شريحتين هيدونا فطيره بالشكل ده كده تمام. شرايح التوست اللي طلعت معايا دي ما تترميش، دي تتساب تتحمص وتتفرم في قلب الكبه، تعملها بقسماط لاي نوع بانيه انت بتعمليه. معانا التوست مقطعينه مسبقا جاهز معانا زي الفل قلوب كتير حلو الكلام ومعانا التفاح اتسلق من قبل كده، حطينا معلقه نشا عشان يدينا القوام، وشويه قرفه ناعمين في قلبه وسكر. ادي القرفه الناعمه زي الفل عندك تفاح في التلاجه بقى الولاد مش واكلينه، عندنا الاطفال الصغيرين ربنا يخليهم لنا بياخدوا من التفاحه قطمه ويسيبوها ما ترميهاش، قشريها اتنين تلاته مع بعض وقطعيهم بالشكل ده كده، معلقتين نشا فراوله زي الفل. نجيب شريحه التوست دي يا عم الشيف وواحدة كمان زيها، وناخد من الخلطة دي كده ونجيب الشريحة التانية القلب التاني يعني ونحطه فوق كده ونجيب شوكة زي الفل يا عم الشيف، ونيجي على أطراف التوست نضغط كده بالراحة بحنية هي هتمسك لوحدها التوست طالما طازة وزي الفل ونحطها هنا في صينيه على ورقه زبده. حلو، ونعمل واحده واثنين وثلاثه مع بعض، وانا خليت الحلو في الاخر علشان ابقى مع حضراتكم كده في الروقان فراوله تفاح موز ونحط دي كده وسن الشوكه بالاطراف زي الفل. وعجنت عجينه اتخمرت ما اتخمرتش زي الفل، جبت نشابه ما عنديش مكان وهكذا انا بعلمك حلو ولادك هيحبوه، وخاصه الاطفال الصغيرين بالقلوب الحلوه دي كده جوزك راجع من الشغل لسه ما عملتش العشاء، هتديله فطرتين من دول كده تصبيره مش هيشبع، لان التفاح يعني بيعتبر برضو مش من الحاجه الحلويات اللي احنا بتشبع خلي بالك حشوة ما تكتريش الحشوة كتير عشان ما تطلعش من التوست، وانت بتحط ايدك على التوست كده افردي صوابعك عشان تدي مساحة للارتفاع ده
نفس القصه كمان واحده واحنا شغالين مع بعض حاجه سهله كده. عينيا الشوربه لسه مكرونه تستوي اطلعها من النار على طول. البصمه دي على شرايح التوست مهمه جدا. اهم حاجه وانت بتعملوا السفره بتاعتك يبقى في تنسيق. عندنا طبق مكرونه فيه كل العناصر الغذائيه، عايزه مش عايزه البتنجان ممكن تستبدليه باي حاجه مفيش اي مشكله. هتقولي انا مش بحب البتنجان مع المكرونه الاولاد مش بيحبوه، بس اسمعي كلامي كده وفي مره احط لهم بتنجان بنفس الطريقه اللي انا استخدمتها، لان البتنجان هنا بينسجم طبعا مع المكونات اللي انا حاططها، اذا كان جبنه موزاريلا او كريمه لباني او بيض. دول كام واحده؟ كفايه سته؟ كفايه سته. عندي هنا ركزي معايا زبده اهي. ايه يا شيف؟ زبده اهي. بحط على الزبده دي شويه قرفه كده بطرف الشوكه واقلب الزبده مع القرفه. دي تركايه المغازي اهو، زبده وقرفه اهو. لسه ما خلصتش، عندي فص مستكة قصدي فانيليا، شويه فانيليا اهو برضو كده بطرف السكينه بطرف الشوكه شويه فانيليا كده. الطعم في ايه يا شيف؟ قرفه وفانيليا اهو. واقفل دي كده ونقلب دول مع بعض وانا شغال. الجو ده حلو قوي. درجه حراره الفرن عندي 180، واخدها من الاطراف كده من الجناب كده وادخلها الفرن. هتتحمر على طول، خلي بالك دي عينك عليها بقى تعملها في الاخر كده زي ما الشيف عملها. التوست ده مش هياخد وقت كتير في التحمير. التفاح عندي مستوي جواه قرفه جواه سكر، هتطلع من الفرن متحمره شكلها برونز ولطيف. هتاخد السكر البودر على الوش، ما تاخدش شربات، دي تاخد سكر بودر، ممكن ترش عليها رشه قرفه وخلاص زي ما انت عايزه. زبده تاني، التركايه اللي انا عملتها في الاخر دي مهمه جدا، مش هتلاقيها غير عند المغازي وبس. زبده ساحت مع معلقه حليب، الزبده ما تسيحش على النار لوحديها، هتتحرق منك، لونها هيتغير. حلو، حطيت عليها شويه قرفه وشويه فانيليا. فانيليا نوعين في السوق، منها السائل ومنها البودر. او الخشن عامل زي السكر. اخد الفطاير دي يا عم الشيف. يلا نصلي. ده كانها فين دي يا فاروق؟ العب. زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180، ده عايزة من الوقت تقريبا 5 دقايق او 4 دقايق حسب درجة حرارة الفرن. هنقفل الفرن ونرجع لطبق الشوربة بتاعنا نشوف اخباره ايه. الشوربة دي جميلة جدا. هنغذيها وندلعها بالكرفس، يا نعم. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ كرفس، دي كرفس كتير على ضمانتي. زي الفل، اللهم صل على النبي. الشوربه دي حلوه قوي، فيها مكرونه بقى، لا نحط لا نشا ولا دقيق، لان المكرونه لما تستوي يا عم الشيف هتدينا ايه؟ نشويات. بس ما تحطوش مكرونه كتير عشان ما تخطفش الانظار على السفره. خلي الجزر كده والبسله والكرفس هو يخطف الانظار. يلا نغرف الشوربه دي مع بعض، اللهم صل على النبي. الطبق الحلو فين؟ دايما الشوربه دي لما نغرف طبق نغرف طبق عائلي. عايزاها بالطماطم اهلا وسهلا، بس انا شخصيا الشيف المغازي مش بيحب فيها طماطم. علل ولماذا؟ عشان كل نوع من انواع الخضار تبان شخصيته في قلب الطبق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صل على الحبيب قلبك يطيب. يلا، حلو قوي، تسلم ايدك. على فين؟ نقدمها جنب قالب المكرونه الجميل الحلو. اصبحت ان السفره بتاعتي فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم والاعمار كلها، صغير وكبير. الشوربه دي ميزتها يا عم المغازي كبار السن يشربوا منها بهدوء وبنفس المشكله بامان. ليه يا عم الشيف؟ ما فيهاش لا عظم ولا فيها حاجه ولا كده، سريعه المضغ. فيها الكرفس وفيها الريحه الحلوه. نشيل ده من هنا زي الفل. معانا سكر بودر، تطلع الفطاير. خلونا بقى نعمل حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ معايا بقية الحشوة بتاعة التفاح. زي الفل، هو ده المغازي. ودي موجودة عندي، حلوة قوي. ابقى احطها في طبق كده. شفت الجو ده كده؟ الجو ده حلو قوي على فكرة. واخدها واقدمها كده، حاجة زي الفروت سلطة لطيفة وحلوة. لسه ما خلصتش. طبق حلو تاني. قدمنا من الطبق الحلو اللي احنا بنعمله طبقين،
في فراوله، في موز، في تفاح موجود معانا. هتعمل ايه يا مغازه؟ هتشوف دلوقتي هنعمل ايه. اه زي الفل. الله عليك، هو ده سبقتيها، خدتيها من على لساني. عندنا جلاش، ده بيتلف في جلاش ويتحط في قلب الفرن يبقى لطيف وحلو. عندنا شرايح التوست اللي باقي عندنا تبقى لطيفه وزي الفل، وتبقى فطاير الجلاش بليها شيف بالتفاح. اه شويه قرفه، حلو تاني خالص. اه ده برضو وجبه عشاء بالليل لطيفه وحلوه وزي الفل. خلي بالك ده مهم جدا. اه الجو ده انا بحبه. اه عملت اهو، مش في دعوه حلوه بتقول لك روح يا ابني ربنا يخلى من ايدك الفسيخ يبقى شربات؟ الفسيخ يبقى شربات ازاي؟ هو ده الكلام. ست البيت لو دخلت المطبخ، الام لو دخلت المطبخ، اي حد فينا دخل المطبخ بحب هيفتح الحنفيه الميه تنزل منها شربات. هو ده مبدئي، طالما دخل المطبخ بحب. هنشيل كل ده من هنا، ده مهم جدا. قبل ما الحلقه بتاعتي تخلص وقبل ما نخلص الوقت بتاعنا، عايز اقول معلومه. شرايح التوست او اطراف التوست اللي باقيه عندك ما تتربيش، انا ضد التبذير. خلي بالك لازم تستفيدي بكل حاجه. ده يتحمص، وبعد ما يتحمص يا مغازي نعمل اي نوع من انواع البانيه. نجيب شرايح التوست من الفرن، اخبارها ايه؟ اتحرقت؟ المال الحلال ربنا مبارك فيه، يا نعم. يلا نطلع شرايح التوست. ايه الجمال والحلاوه دي يا مغازي؟ اهو اهو، الله اكبر. اهو نجيب طبق التقديم واحنا مع بعض كده. اهو ايه الجمال والحلاوه دي؟ قلوب. اهو اهو الله، وحلو ما خدش من ايدي وقت. اهو يا سلام لو قدمنا معاه شويه فروت سلطه. القلب ده هقطعه نصين بصراحة، يعني اشيل ده كده من هنا، ربنا يوسعها علينا ان شاء الله. حلو، وناخد القلب ده نقطعه نصين. حاضر انا خلصت، بس ادوني ايه دقيقة بس عشان نشوف ده استوى من جوه ولا ما استواش. جيب لي التفاصيل يا فاروق، الله يبارك لك. اه ده نص القلب، شيل ده من هنا. سكر بودر، سكر بودر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اه ما تحطيش شربات، رشة سكر بودر من ايدك كده. اه فلة. اه ممكن تزينيه بشوية فواكه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها رؤية، فيها بساطة وسهولة ومرونة. الكلام ده بنشوفه يا عم المغازي بكل التفاصيل كل يوم على شاشة القناة الأولى. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.